كوكو سلام، اليوم راح نحضروا مع بعض وصفة لي باني ميزون بطريقة سهلة وسريعة. دونك عندنا هنا لي بان بانيني، دونك مالوغوزمون سي دي بان دو كوميرس، ساوري تي ميو دو لي افوار في ميزون. كوم انا اليوم شو بريسي ما عنديش الوقت، اون فون تري تري تار، دونك حنستعمل تاع الكوميرس. دونك فوالا نوريكم المقادير، نبداو على بركة الله. عندنا هنايا شوية بولي بريباري في الاير فراير، مغرفة زيت زيتون اي لي زيبيس، ملح فلفل اسود، شوية سكنجبير و ايبيس شاورما. عندي هنايا دلا ليتوس، سلطة خضراء، لا طومات، ان اونيون لي يحب لي زونيون. عندي هنا زيتون اخضر مقطع شرائح، جبن مبشور، مايونيز ميزون خلطت لها شوية كاتشب، اللي تحب تزيد اوسي الهريسة تزيد. وهنا عندي خلطة ندهن بها الخبز، تزيد بنا للساندويتش تاعكم، سي دو لويل دوليف ار دو بروفانس اي اون بودر، توم بودرة. دونك نجي نقطع الخبز تاعي هنا بسم الله. فوالا وندهن ميترانش، ندهن ميترانش بهاديك زيت الزيتونة، لي دو بارتي دو بون دو ساندويتش. فوالا باش نزيدولو البنة، دونك نكمل الكمية ونرفو مع بعض. دونك نبدا نحط السلطة تاعي، نزيد عليها شرائح الطماطم، نديروهم رقاق باش لو ساندويتش يتقلق لنا، سينو يتفتت. دونك فوالا نحطو كمية مليحة باش يكون صحي. دونك نحطو هنا شوية لا مايونيز تاعنا بريباري ميزون، هذا نزيدو شوية زيتون أخضر مبشور لمحبي البصل، ما جادور سورتو لونيون نوفو. نجي هنايا نحب نزيد نقطع الدجاج تاعي فينمون، تقدرو تبدلو الدجاج بالطون بانيني طون يرجع فتوه رقيق رقيق. نديرو كمية مليحة، وهنا نجو نحطو الجبنة المبشور، ونغلقو الساندويتش تاعنا اون بريس دوسو باش يحكم لافورم، وندخلوه في لابانينوز. دونك نكمل الكمية ونتلاقاو في صحن التقديم. وصفة البانيني بالدجاج في صحن التقديم، بالصحة وراحة عليكم. سلام سلام.